الاقتصاديون يدعون إلى مراجعة قرار منع من تقل رواتبهم عن 600 ريال عماني من استخدام عائلاتهم إلى السلطنة، فمؤيدو إلغاء القرار يعتبرونه مساهماً أساسياً في ارتفاع نسبة الحوالات التي تؤدي إلى ضغوط اقتصادية، بينما يرى آخرون أن إلغاء القرار سيتسبب في رفع استهلاك موارد الدولة. عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سعادة يوسف البلوشي قال في تصريح خاص للشبيبة: وجود عائلات العاملين الوافدين إلى جوارهم يعد دافعاً لاستقرارهم، حيث إن تنقلاتهم ستقل وسيساهم في الحد من مشكلة هروب القوى العاملة، وكذلك سيتم صرف مبالغ أكبر في السلطنة بسبب وجود أسرهم، مما يحد من تدفق الأموال إلى الخارج.